الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الاستعاذة عندي هنا هو الذي في الطيبة. صيغة الاستعاذة إذا أردت قراءة القرآن في أي وقت أو من أي جزء أو من أول السورة أو وسط السورة، فتعوذ بالله، يبقى عندك قراءة سواء من أول سورة وسط سورة هكذا، فهم؟ ويكون مطابق يعني موافق لللفظ الوارد في سورة النحل. ما هو اللفظ؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو أدنى بمعنى أقل الكمال، يعني أقل من هذا لا يجوز. والمختار عند جميع أئمة القراءات، وإن شئت زيادة في لفظه، لو أنت تريد زيادة في الذي ورد في سورة النحل يجوز، أو تغيير شيء من لفظه، مثل أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، بشرط لم تخرج عما صح عن السلف والأئمة لتعظيم ربك، فلا تنسب للجهل، لكن لا تنقص عن هذا اللفظ لأنه يفيد كمال وتنزيه الله. عندما نحن إذا أردت أن تقرأ القرآن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، طب الصيغة يا شيخ مثل التي وردت في سورة النحل، يجوز أغير كلمة؟ يجوز، لكن يجوز أقل من سورة من يجوز أقل من كلمات سورة النحل؟ لا يجوز، لأن لو أقل لا يعطي تنزيه لله، تعظيم لله يعني. والبعض ذكر بأنه لا يجوز زيادة على ما ورد بسورة النحل، البعض قال الاستعاذة الذي ورد في سورة النحل لا تغير، مثل سورة النحل فقط لا تغير، لكن هذا القول ضعيف. واستدلوا الذين قالوا مثل سورة النحل فقط، استدلوا بحديث ابن مسعود وحديث جبير ابن مطعم، لكنه فيه نظر. حديث ابن مسعود لا أصل له، يعني ليس حديث، وحديث جبير نقول ضعيف. لماذا يا شيخ؟ لأنه ورد حديث أصح منه، حديث أصح منه سندا، فالصحيح الحديث هو هذا، هو الصحيح بقى. عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن هو هنا زيادة على سورة النحل، صح؟ إذن الحديث الدل على ترك الزيادة ضعيفة، ومعارضتها بحديث أصح منه، إذن فيجوز للقارئ الزيادة على ما ورد بسورة النحل. طيب سورة النحل تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ أمر، هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ سنة. أما بالنسبة لصيغة الأمر بصورة النحل فهي للندب، يعني سنة باتفاق الأئمة، وهذا قول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، على ما أتى يعني مثل الذي ورد في سورة النحل، وإن تزد ربك تنزيها، لو أنت تريد زيادة على الذي في النحل فلست مجهلا، يعني لا نقول أنت جاهل. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، يعني البعض ذكر أن ورد حديث أن تدأ زيادة، نقول ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، لو كان صح كنا نعرف. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، وإخفاؤه فصل أباه وعتنا، وكم من فتن كالمهدوي فيه عملا. ثم قال هنا: وفي مقام في الأصول فرعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، بمعنى حكم الاستعاذة عند أصول الفقه، هل الأمر في الآية للندب أم للوجوب؟ نقول مختلف في قولان. الجمهور قالوا يستحب، يعني سنة الاستعاذة قبل القراءة في جميع الأحوال، سواء أول الصورة أم وسط الصورة سنة. الرازي ومن معه قالوا الاستعاذة واجبة قبل القراءة
حتى أنهم أبطلوا صلاة من لا يستعيذ. الذي لا يستعيذ يقول صلاة باطلة. طبعا هذا قول ضعيف. وهذا هو معنى قوله قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي مقام في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. ثم قال: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم الفتى كالمهدوي في أعمال. ثانيا الاستعاذة بالنسبة للجهر والإخفاء، هل نقرأ الاستعاذة بصوت أم في السر؟ هكذا ورد عن جميع القراء الجهر بالاستعاذة، كله يجهر بالاستعاذة، لكن ورد عن حمزة ونافع إخفاء التعوذ. لماذا يا شيخ؟ ليفرق بين القرآن وغيره، يعني يقول القرآن بصوت والاستعاذة في نفسي هكذا. لكن الأرجح الجهر للجميع في جميع القرآن ولكل القراء. الأرجح الجهر للجميع وفي كل القراء ولكل القراء. وأن البيت هذا عندما قال البعض قال وإخفاؤه فصل أباه، البعض قال فصل يعني إيه حمزة، وأباه يعني نافع يعني يخفي. لكن الأرجح أن البيت ليس به رمز، الأرجح البيت ليس به رمز، وأن البيت ليس فيه رمز، وأن الجهر بالاستعاذة مثل الجهر بالتلبية. عندما نذهب إلى الحج نلبي بصوت صح؟ نعم. وتكبيرات العيد. ثم ورد تفصيل لجميع القراء الأرجح للقارئ إخفاء الاستعاذة في الآتي. يخفي الاستعاذة في إيه؟ إذا كان القارئ يقرأ سرا في نفسه سواء وحده أو معه غيره. كذلك إذا كان القارئ يقرأ وحده سواء جهرا أو سرا. كذلك إذا كان القارئ يقرأ في أي صلاة يستعيذ في نفسه. إذا كان القارئ يقرأ مع جماعة وليس هو أول من يقرأ، ليس هو أول رجل يقرأ، يعني الثاني أو الثالث أو الرابع كذا. أما غيرها هذه الأربعة الأرجح الجهر بالاستعاذة، مثل إيه في المحافل، يعني حفلة أو برنامج وولد مثلا أو رجل يبدأ قرآن يستعيذ بصوته. وفي مقام التعليم عند التعلم. وهذا معنى قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي في أعماله. ثم نأتي حكم الاستعاذة عند علماء القراءات نوعان: حكم الاستعاذة بالنسبة وصلها بما بعدها أو الوقف عليها. يجوز لجميع القراء أربعة أوجه، وهذا أخذنا قبل ذلك. الاستعاذة مع أول القراءة لجميع القراء، وصل الجميع. ما معنى وصل الجميع؟ بمعنى وصل الاستعاذة بالبسملة بأول القراءة، يعني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. قطع الجميع بمعنى تقرأ الاستعاذة ثم تقف، ثم البسملة ثم تقف، ثم أول القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقف، بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقف، ثم أبدأ مثلا أقول أتأمرون الناس بالبر. قطع الأول ثم وصل الثاني بالثالث بمعنى تقرأ الاستعاذة ثم تقف ثم تصل البسملة بأول السورة أو القراءة. أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقف، ثم أنا أصل البسملة بأول القراءة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه، ثم تقرأ أول السورة بمعنى تقرأ الاستعاذة والبسملة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقف ثم تبدأ القراءة ثم تقرأ أول السورة. فهم؟ اشرح يا شيخ.